كيف ترى دكتور يعني الأيام القليلة القادمة فيما يخص هذا الصراع الإسرائيلي في المنطقة؟ أعتقد أنها ستنتهي بعد أن تكبدنا خسائر، يعني الأرواح التي تكبدناها لا يمكن أن تعوض. حجم الخسائر كان فادحا، هي معركة لم يكسب فيها طرف. الإسرائيل خسرت كثير من صورتها الذهنية ومن مصداقيتها وغير ذلك، لكنها لا يهمها بالنسبة لها مصداقيتها. صحيح هي كانت مصداقية أو كانت صورتها الذهنية وسيلة من وسائل الردع التي هي كسرت بالفعل، يعني كانت صورتها الذهنية أفضل كثيرا مما هي الآن، زي ما حصل بعد 67، أن هي صورتها الذهنية الذراع الطولة والليل التي لا تقهر، لكن هي قهرت في كما قهرت في 73، تم قهرها أيضا في 7 أكتوبر في القصة دي. فالصورة الذهنية لإسرائيل لن تكون كما كانت قبل هذه الأحداث. ستنتهي الحرب شئنا يعني عاجلا أو أم آجلا، شئنا أم أبينا كل الأشياء تنتهي، لكن كم الخسائر الذي لا يمكن تعويضه هو المشكلة التي اليوم التالي لانتهاء الحرب. غزة لم تعد موجودة، لم تعد مكانا يستطيع لم تعد مكانا آمنا أو مأهولا يعني أو قادرا على أن يأمن السكان. مئات المليارات عشان نقدر نبنيها من جديد. ما هي طب أوكي، خرجت إسرائيل النهاردة هيعيشوا إزاي؟ ما فيش مية، ما فيش كهرباء، ما فيش حياة، ما فيش مساكن. فهي رحلة شاقة جدا. حضرتك بتتكلم طبعا بشكل واقعي، حتى لو تم الاتفاق على عودة النازحين، أين هيعودوا فين؟ هياكلوا منين؟ لكن أفضل من ضياع طبعاً. الأرض هي طبعا الدار. والموقف المصري في هذا الموضوع لابد أن نؤيد القرار المصري ونؤيد صنع القرار المصري في حرصه على عدم ضياع القضية الفلسطينية، وفي حرصه أيضا على عدم تهجير الإخوة الفلسطينيين إلى سيناء، وبالتالي القضاء على القضية الفلسطينية بشكل كبير.